بإذن الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم في هذا اللقاء الجميل معنا أخونا من الإمارات العربية المتحدة دار الشيخ زايد رحمة الله عليه وممثلهم المتسابق بخيت من الإمارات. نتمنى التوفيق لأحبابنا في الإمارات، ومثل ما ذكروا حكامنا السعودي الإماراتي والإماراتي السعودي. صحيح، لبى قلبك. وش تقول لأهل الإمارات؟ مشتاق لهم؟ والله أني مشتاق لهم. لبى قلبك والشوق غلق. متنومس ان شاء الله؟ متنومس نحمد الله ويبشرهم بالخير وكل علم طيب. لا 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 والله العظيم انك وافي ومحزم. ما عليك زود، نايف لبى قلب. كلكم حازم والله، من السعودية ومن الإمارات العربية المتحدة. طيب الإمارات ظاهر ان الشبكة مقطوعة في البيت. لا لا شوف المقطع حبيبي، الله يخليك. عطى المقطع شباب، سلي نتيجتك هناك فاكس. تخيل واحد الحق على اخوياك، عساكم طيبين. بصراحه مبدعين، وحضورك حضور يشرف. بيض الله وجهك ابو مسعود للامام ان شاء الله للنهائيات. بيض الله وجهك ابو مسعود، حضورك مشرف ومبدع، وباذن الله انك توصل للنهائي. اول شيء من هو الاخوان اللي معنا؟ شافي بن راشد. نعم والله. اللي هو خالي. نعم. ما عليك الزود، يستاهل. مبارك بن علي ولد عمي. دعم لك. نعم. وانت تستاهل الدعم لبى قلبك. ما عليك الزود، يستاهلون. الله. من ابو ظبي ها؟ من وين؟ من منطقة غيافي، من الظفرة. الله نعم. طيب نرجع لهم عشان ان شاء الله بنشوف اقرب رحلة. ارفع الشاشة على فوق. هل بنشوف اقرب رحلة؟ ولا تقعد في الرحلة؟ تفضلوا شباب. انا قد حجزت. يا مرحبا يا ابو مسعود، السلام عليك. وش حالك؟ عساك طيب. وش حال اللي معك؟ عساك بخير، والربع اللي معك كله بخير. شرك حال اللي معك بخير وسهال ويسلمون عليك. ابشرك يا ابو مسعود انك مبدع، وبيض الله وجهك على المشاركة الطيبة وحضورك مشرف، وابشرك انك مو بدينا. ما سوالف والعالم وعجنا تعسى وترحم بالمحتوى نعلو على كل مرقاب. والله ما عجبتني يا تعال كل الاحباب.